خلينا مثلا نقول ان احنا ازاي لو انا حد مثلا عايز اعمل ديتوكس لجسمي وهستخدم السوبر سيليوم وهستخدم القهوه الخضراء بس همشي على نظام الصيام المتقطع. نظام الصيام المتقطع يعني لازم نكون عارفين ان بيبقى في عدد ساعات اوف وعدد ساعات اون. يعني ايه؟ يعني في عدد ساعات انا صايم فيها وعدد ساعات انا فاطر فيها، يعني باكل فيها، تمام؟ الساعات اللي انا صايمه فيها دي مش مسموح طبعا غير بالميه، وان انا طبعا اخد فيها القهوه الخضراء اللي هي معانا في الكورس النهارده، عدد الساعات اللي انا فاطر فيها اقدر اخد فيها القهوه الخضراء واخد فيها برضو السوبر سيليوم. طب ده ازاي بيساعدني ان انا بقى اخسر وزن او بيساعدني ان انا وزني ينزل جامد؟ انه الياف السوبر سيليوم الياف طبيعيه بنسبه 100%، دي اهم حاجه. وتاني حاجه ليها فوائد كتيره جدا. ايه هي اول فايده؟ ان انا لما الاكياس بتاعت السوبر سيليوم بفضيها في كوبايه الميه، بقلبها بسرعه وبشربها وباخد بعديها كوبايتين ميه، بتعمل زي كتله جيلاتينيه في المعده، فبتديني احساس رهيب جدا بالشبع. بحس ان انا شبعان ومرتاح، لا وكمان معدتي مرتاحه. ليه بقى؟ لانه الياف السيليوم بتشتغل ان هي بتحسن من حركه الامعاء والجهاز الهضمي، فبالتالي بتخلي ما عنديش امساك. ودي طبعا مشكله من المشاكل اللي بتواجه ناس كتيره جدا بتعمل دايت. طيب عايزه اعرف حاجه، هتديني الاعشاب دي والقهوه الخضراء وخلاص كده ضحكتي عليا وخلصت؟ لا طبعا، طبعا عندنا خبراء التغذيه، التواصل على الارقام اللي تكون ظاهره على الشاشه. طبعا كل حاله بيكون ليها الكورس المناسب ليها حسب الحاله الصحيه، حسب الوزن، حسب الطول. يعني كل عميل بيتصل ليه كورس مناسب ليه كورس متفصل له هو شخصيا بالظبط بناء على الام بادي اللي حضراتكم بتطلبوه. بالظبط كده، تمام. لو حتى الام بادي اللي هو زي ما احنا كنا بنشرح قبل كده، اللي هو نسبه الدهون ونسبة العضلات ونسبة المية في الجسم والكلام ده كله مش متاح مع العميل، لا هو بيقدر كمان ان هو بيكون يعني بيقول لنا وزنه، بيقول لنا طوله. ما موجود دلوقتي في كل الصيدليات. بالظبط. بس السؤال بقى، بس احنا بنحاول نسهل الدنيا على الناس كلها. اوكي، هو متابعة مجانية بس؟ متابعة مجانية وخصم 50% على الكورس وكريم شد الترهلات والتوصيل مجانا لكل المحافظات. طيب خلينا ننوه ان هذا المنتج مصرح من وزارة الصحة. خشي لي بقى على الكريم، عشان انا ايه اختك يا دكتور ترهلات، بصي يعني لعبه معايا لعبه دنيئه قوي، فكلميني شويه عن الكريم ده بيحصل ايه او بيتفاعل ازاي مع الانسجه المترهله. بصي، هو الميزه في الكريم شد الترهلات اللي بيجي مع كورس السوبر سيليوم والقهوه الخضراء ان هو بيشتغل على ان هو بيشد المناطق اللي بتكون مترهله، بالاضافه كمان ان انا وانا في رحله الدايت وانا بادئ ان انا استخدم الكورس، لو استخدمت الكريم من اول يوم لحد اخر يوم هستفيد جدا. اولا انا هقي نفسي ان انا وانا بستخدم الكريم ان انا يحصل لي اي علامات تمدد في جلدي، سواء في الذراعين او في الارداف او في منطقه الفخذين او في منطقه البطن، تمام؟ لان هو كمان بيعمل ايه بقى؟ هو كمان في مادة الكافيين، الكافيين بتنشط الدورة الدموية، فكمان لو انا طول بتدي انرجي. بالظبط، طول ما انا في الرحلة بتاعت الدايت او انا ماشي مع الكورس مع النظام الغذائي اللي اخصائي التغذية بيكونوا محددينه، انا لو دهنت الكريم مرة الصبح ومرة بالليل، طب انا لو دهنت الكريم وانا بعمل رياضة، طب انا هستفيد. لو انا مثلا عندي في سيدات كتير جدا بيشتكوا وكمان رجال بيشتكوا من منطقة البطن، ازاي اقدر استفيد من الكريم شد الترهلات في منطقة البطن؟ طيب انا هقول لك نعمل ايه؟ ندهن الكريم مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. مرة الصبح دي نخلي الكريم على جسمنا ونحط عليه حزام البطن، تمام، ونقفل حزام البطن جامد، ونعمل بقى نمشي نروح الجيم، نعمل اي حاجات احنا بنعملها كل يوم. طيب